السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو أن ما أكونش ضيف تقيل عليكم زي المرة اللي فاتت، وببساطة شديدة في جزئية رأس الكيكي زي ما بيقولوا، خطر في بالي قد إيه ربنا بيحبنا وبيكرمنا وبيرزقنا وعايز الخير لينا كلنا ويريد الخير لجميع خلقه، كما قال في حديثه القدسي الجليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملأى وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تنشغل بما هو لك عمن أنت له. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم أعي بخلقهن، أفيعينني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فبيع عزتي وجلالي، لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم وانظر أخي وأختي إلى اللفظ الرباني، يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. وهذا مرجعه إلى الاسم الجليل لربنا تبارك وتعالى الودود. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. في هذا الإطار أرجو أن أراجع نفسي، وكل منا يراجع نفسه ويعرض نفسه وعقله وفكره على ثلاث آيات أراها من وجهة نظر المتواضعة جدا 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 تلخص أين أنا وأنت من هذه الآيات من النفس. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، على لسان امرأة العزيز في سورة يوسف. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، الأمارة. وفي سورة القيامة، في مفتتح سورة القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللوامة. وفي خواتيم سورة الفجر قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بتسلسل الأحداث في القرآن الكريم، سورة يوسف، سورة القيامة، سورة الفجر، عرض موجز لنفسي ونفسك، الأمارة، اللوامة، المطمئنة، الراضية المرضية. ندعو الله تبارك وتعالى أن نكبح كباح الأمارة باللوامة، وأن نكون عند ربنا تبارك وتعالى
من أصحاب النفوس المطمئنة الراضية المرضية. اللهم يا رب العالمين، ردنا برضاك عنا واقبلنا عندك في هذه الأيام المباركة، والسلام.